يا محمود بيه، ممكن تقطع البطاطس السخنة خالص وتركز معايا؟ ده كان جايب يا أستاذ 58% ليه؟ بتجاوب بالحبر السري؟ يا بابا. ما هو ما هو إيه؟ هتروح تعمل لي الفيلم الهندي بتاعك؟ هندي بتحب الهندي؟ إيه؟ خالتي جت تزورنا فعرفتوا قلتوا هتوصلها بس يومي ضاع. ماشي في مشكلة؟ ماشي في مشكلة؟ من اخر البيت تجيبني العشاء، اجيب الريموت بجد يرضي بيه، هات يا حوده جيب جوده وعيش كمان، اخوك جعان بيروح هو يجي. الجمعه بنتك جايه بكم عيال، عندي امتحان طبيعي اليوم يضيع. خلاص هدمع شوف الواد بيقول عليا ايه، هو موبايله لازق دايما لازق الغراف ايديه، ده خمسه بقيت فلوس دروس وكل يوم تلاقي نزل لي حجز بالستارز يقول لي درس عادي. هندي مين تسحب مين؟ لا 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 انا بقى براد الهندي ده جيم. مش رخان افهم هندي صديق ولا كلمة عربي معاك؟ عايز يا مش هجيلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الضحك. ابو حميد بلاش هذه الطريقه العنصريه الحقيره اللي انت بتعملها عشان تقدر تجيب مشاهدات. انا اسف يا عزيزي، انا عزيزي كان قصدي الطف الجو في البدايه واضحك مع الهنود مش عليهم. يخص كلب المشاهدات. انا اسف يا عزيزي خلاص هبدا في القصه على طول. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. مبسوط كده؟ في يوم 9 ديسمبر سنه 1991 وفي مطار القاهره الدولي، كانت عزيزي الحركه مش عاديه، امن كتير على الصفين ولا كانها طياره المنتخب، شباب وبنات جايين من كل محافظات مصر، من اسكندريه لاسوان، مستنيين حدث كبير، حدث ضخم، خروج شخصية بالغة الأهمية من قاعة كبار الزوار. الشخص المهم ده يا عزيزي بيكون أميتاب باتشان. أول ما عمنا أميتاب بيظهر بيحصل أرج ومرض، المعجبين والمعجبات بيجروا عليه، الأمن يا عزيزي بيحاول يحتوي الموقف، ولكن اللي بيقع بيقع واللي بيغمى عليه بيغمى عليه، الكل بيسابق بعضه. دخل في مصر يا عزيزي عشان يوصل لهذا النجم الهندي. البنات يا عزيزي كان بتصرخ أميتاب. طبعا واحد يقول يا ابو حميد ايه البنات التافهه دي، عزيزي احترم نفسك. انت دلوقتي يا عزيزي بقى امهات كبار. ما هو عزيزي سنه 91 الشابه اللي كان عمرها 20 سنه دلوقتي بقت حاجه و50. المهم بيخرج أميتاب باتشان مع ولاده الاثنين من المطار، وده بعد ما الامن بينجح انه يخلصوا من الاف المعجبين، ويخرج بيه من المطار سالم غانم.